سليم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع العازفين. الليلة استضفنا لكم ضيف كبير، عازف كبير من أسرة عريقة في لينغال والفن، متمكن من الآلة لينغال التيدينيت بأشكالها كامل ومقاماتها. إيش توقعوا عن الصفات اللي طيتكم إلى المشاهدين لأنهم لا يعودوا في من العازف والفنان المتميز والبكر الشيخ والبابا؟ يبقى مساء الخير. يبقى مرحبا بك سهل معنا في الحلقة الثانية من برنامج مع العازفين. شرفني ذا، وزين عندي ذا البرنامج، وزين عندي قاني معاك انت. شكرا لحين كذلك، مشرفنا. حضرة راني مرحب بالفرقة اللي معانا وراء الكاميرا، الفنانين هم الشباب الفنانين اللي حضروا معانا اليوم، اللي هو بكر الشيخ والمبابا، واللي هو محمد والعلاك والطالب والعالي والعالي جي. راني مشرف بهم وراء الكاميرا. يبا زين عندك فكرة مع العازفين؟ والله اللي زين عندي حل. وزين عندك انك تو ثاني ضيف وأفتخر وأفتخر، وزين عندي حتى وقارفية. شكرا، حتى نحن مفتخرين بالحلقة اليوم، شرف لنا. مرحبا. يب هاي الآلة اللي قالت تيدينيت، شن هي بداية تعليمك لها؟ دي تعلمت صغير، كنت نقرأ المدرسة، ويرحم عمي والدي إن شاء الله وأستاذي محمد والمباب رحمة الله يعني. بين قولات حسان لولا الإيش ما تخلي الكرام بلق عادي أنا ذا اليوم، لولا هو ما يخلي صراحة. نعرفه ده هو الوالدي، هو الأمي، هو القراي. رغم أنه البكر شيخي قال نحن بابا عنده فضل كبير علي. اللهم ارحمه واغفر له في الحلقة وعفو عنه يا رب. اللهم رحمه. شن هي أول شيء بدأ لك به؟ بدأنا بالشين قال له الفوقاني يقارب سابق يقول بابا جاقور ولي تسبق فيه، يقارب قد تتعلم يقارب بكم وسط الفوقاني وعلمني مبابا صغير ومبابا الكبير، ولو سبقوا ما خبطوا لي بابا جاقور راسي ما يدخلوا الشيء لأني نتعلم الشيء. أصبح نصبح قبل له بنود نخبطوا صالح يقارب أصبح يبقى قبل له بارد نواك شو طوان صنكيم واللي جام ما خبطوا له كذا قالوا آه خبط هذي. وسبحان الله الحمد لله رب العالمين منها لأني نعطي شيء ما شاء الله خبطوا وتخبط لآلة التيدينيت. نخبط لآلة التيدينيت وأفتخر بها مولي. أنا تلي. أنا تلي. سيبدي كنترتي لا. يبدي. ترشتي. من دراي كانكم توما تعليمكم تدين الفناني كانكم تضغطوا يخلق فيها ضغط عليه. يخلق فيها البطل دمتين. ضغط بالأغاني. يخلق فيها البطل دمتين. حالتك ما أعرف. أنا أعرف طبعاً. تبتطوا عليه. والله ما البطل دمتين ما هو البطل ما هو بطل حجلي. ضرب البيين. الله اللي الضرب لمتين يعطينا خير وسلام. قال الحمد لله بقنا أنا مولى عنه. تذكر وشنياك الضربك الساعة. ما قد تططيت لمتة الحمد لله. ما قد طرح لي دبوس المتدين. لا جيت ولا لعمي طاني ذا وجيت حاكم الحمد لله رب العالمين. ما قد تططيت. ولا قد طلبني الشيء طاهلي. ما قد تططيت ولا قد طلبني الشيء طاهلي. شي كام طاهلي نخبطه. ولا شي كام طاولي خوتي مبابات ولا نخبطه. شنو هما الأوزان اللي انخبط معاهم الطبل في تدينيتكم انتوما تسميهم؟ ياسرين ريك لأنه عصر ذاك ديك ساعة خبيط ديك ساعة قنا يتقن الحمد لله بابا يرحمه اني يمشي يقبطوا يقنوا لي ذا كامل هو ما يقنه هم يقنوا يقنوا لا وخارج الشدايد يقنوا ذا كامل يقنوا لا شوي باتهم يقنوا ما يقن شيء يقعد خبطوا يقنوا ما عرف انا عند كلمه عند خبيط ايه فمشي ياسرين خبيط يقنوا هما تو شوي بات شوي يقنوا وما قلنا يجوا واحدين قال شياكين ورا اسمع كانوا وقلنا اليوم يقولوا ما قلنا قلنا ضافوهم طافي لها صغيرات والله ضافوا للتدينيت التدينيت تخبط يقال ضافوا لها شوي بات والله طافي لها يعني شكرا. يب الخبطه اللي تخبطنا هو الشيء هذه نما نما Thank you.
لا يسألك سؤال وطني فيه الحقيقة رجيل وبغليل ما أنا اللي في عيد من ذاك مسكي حتى الخبطة الشنهي هاي دندارة دندارة والله دندارة رتقص عليها والخبطة السابقة رتقص عليها يقال ذيك عندها قرنق اللمة اللي هي نعمة نعم قرنق لمتها شي خبيط شي سابقها ونحن قرنق لما من قرنق سابقها يفوت يلحق بالرقيص وهذه ترقص بلا خبط ترقص عند البدايه عند البدايه ترقص اللي هي دندارة اللي هي دندارة ما عندها قرنق لما لا ترقصته اللي خاصة بكم تمهل البابا زين خبطة عندك تمنهم شنهي زين قاع كامل تبارك الله قال لي تعود تذوق واحدة منهم والله زين عندك حتى أنا نتذوق كونو هي بها كان رقص إليها الأستاذ والأب والأم محمد بن بابا رحمة الله عليه والوالد اللهم ارحمه كونو أنا كان يبقى نرقص ينقري فيها ترقص تمت كايس نرقص وزين عند رقصي والله هو زين عندي تنهوني حتى كونو نظرة كان لنا خبطه دور نخطوه إن شاء الله عليكم طريق شاقبه إن شاء الله نظرة كانكم في تعليمكم توما أستاذ أهل مدار بداية تعليمكم للتدريب نظرة كانكم كنتم اللي عندكم طريقة للرقيص تعلموا بها رقيص لا 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 جر جت رقصتون تقول قامون تقول هلم بابا ورقص كامل ما أنا قاعد أقول جت رقص قامون حتى يعلموا لك حد وأنا إكساس غير ما بكر شيء ما في الماكشوب يقولوا الناس ندير الاعتداء دائما ماشي لورا واني رقاص مزس صغير انت قاعد رقاص تبارك الله قاعد نقول حتى فايت المشاهدين نقول لهم انا ما رقاص حتى لا خالد رقاص خالد رقاص حتى تبارك الله تبارك شلون احب الشغل هاي دنيبو دنيبو زين Thank you.
شاء الله الابداع. شكرا. عدت فيه ابداع ان شاء الله. مشكور. ادري برا تميز عن الخبطه. ولا لا لا عدت فيه ابداع، ما عدت تفزوك، عدت فيها حركات هاي عادي. تبارك الله. مشكور. زين تبارك الله. طيب تدري تبارك الله. هذه دنيبه. والله. انا بعد دنيبه ناولتني. الحمد لله اكل مهم. لا تنول. المشاهدين ناولوا ان شاء الله. ايوا سلاهي نخبطوها. هاي نخبطوها الفوقاني قرنقلمتو. قرنقلم قلنا احنا ذاك اللي يجي سابق بالتنزيل الرقصة. هي عايدة اللي عليها توصل. قرنقلم. واللي هو الفوقاني في قرنقلم واش. ولا هو اللي نخبط الفوقاني اسمه. رقصوا اللي عليها رقص اللي عليها خاص. فهمت قلنا احنا نخبطوه بقرنقلمتو نقول في قرنقلم نيتو يجي ينزل بالرقص حتى اللي عليها يقوم يرقصوا. فوقاني رانا لين لا فوق نستمعوا نقوموا معاه لفوق يبا هذا الزي اليوم اللي عدلت زين هذه الحلقه ولا للتلفزه هذا مشربي البرنامج مشربي البرنامج الله بيعاد تبارك الله زين خاص بالبرنامج الله يجازيك شكرا Thank you.
تبارك الله. خيرت. يبا. وإذا الخبطة اللي لهن نخبط وضرك شنهي اللي لا يتسلب الفوقاني. لا شيء من الشيات هي أي مقال نخبط وضرك. نعم. تقرأ ما هي مخبوطة تقرأ. إذا خبطنا لا تقرأ. تقرأ قد تختلف الأسامي. هي تقرأ ما هي خالقة قالت. تقرأ. تصفيق صفق. الناس شاك كان هرقصة معينة. هي صفق توف. هي اسمها مقن كل خبطة مقن بيها عندها اسمها وعندها رقصتها وعندها حالها التام. فهم تخليك لي. وتقرأ هاي يقولون الناس تصفق وقدوا بيها. نيجي تقول للناس عطين يقولون تقرأ دور بطو. يعني بيني وبينه. يقال خبطنا كان في تصفق. ها؟ كل اللي خبطته دندارة ترتقص. اسمع ترى نخبطوا لك كون أضري يلا نخبطوا لك كارك. دندارة ترتقص. كل تناول. ودمبا ترتقص. ودفير ترتقص. فهمت؟ وهذه مودي كونه ترتقص. رقصة. سمعت؟ كان يقول جيجي نانوا والبوشي بنانا. ترتقص هي الرقصة. نعم خليك لي إن شاء الله. هي كونه. ومتقرة لا تقول لي هون قاع. لأن بطط أنا وبطن الناس اللي ورا اللي ليش مشاهدين. نعم خازين فينا. أول لا تخبطنا كونه. كونه ما هي عادي صاب لك لا رقصت عليه ماني شايف عليك هوني ليك ما هو عادي أنا رقاص أنا رقاص ما أنا أعرف أنك رقاص يبا من درا كانكم تدينياتكم تمهلن بابا عندكم كلها عنده تدينيات خاص عنده اسم خاص
هو كله عن الجن وتتوف. أنا تنيت ما لا جل ما عندي لا تسموهم تنتي أنا جل وواحدين يدور تديرهم سبتة والله نحاس والله أنا بنبقي لا جلود لا شيء طبيعي نبقي لا شيء. توما هل مبارا ما عندكم هل مسميات تدني تلا لا تدني تنيت يعني كل يخبطني الثاني كل يخبطني الثاني لا عنده إيه كانت خارجة تدني قط قطة وطاوها العجام عندنا لا العجمية وحدها تزيد الحمل مبارا طاوها والعجام انقا يقول هل يقول هالعجمية عنده ما تلتحق والله هي المسلمية وحدها هي حد المسلمية قارب عنده من قط عندي نقبضها مبارا صغير الله ما أعرف شكرا بيها هي اللي عندنا من السمات الثانية لا تين تاتوني تيجيني توف تين الكبيرة تيجيني الصغيرة عند السمات هذيك الكبيرة ولا الصغيرة ولا التفلان ولا التفلان نعرفهم بالحال ما شاء الله ما فيها مسميات على مسميات لا العجمية وحدها وسماها حمل بابا رحم طوها له الأعجام ليك ساجنا وباسكنوا الله في الباسكن خلق خبطين قالها جنب جمة جنب هي جنب والله جمة هي جمة جمة قاريك ما تنخبط تنخبط لا بدالها منها نقمات يعني لابد من نقمات هي خاصة هذا للعازفين والمقنين لما ترى أنك تم لا ترصة قال ما تتقلبني بقى إن شاء الله ربنا يبا وكالة ونزات هؤلاء تخبطوا منه مازالوا شوي تخبط لي كالة والله إن شاء الله تسبق أيهم لنسبك كذا ودا إن شاء الله الآن خلاص كان نحافلك لنزاتي شوي. لا أنا لما تحافل عليه إلا تأكل إلا حتى. رقبنا صوت شوي. قال لا تنخبط رقصة طبعاً يا قير كانت يبقوا واحد يرقصوها يبقوا أولاد الفاقي هذا بقى يطرحوا في الشيء ما يصح في النعمة أولاد الفاقي طرفهم يا قير كانت تخبط قام في المناسبات نخبط مناسبات تدع عريس والعرس يروحوا هذيك ما هي هذيك ما هذيك قال قال الرقص هذيك شيء خاص
هيك عنده الولات يرفض بيع عرسانهم يقسم زاول عرس بعد أيام ما هو واحد قا طريقه ما واحد هو واحد قا أرض ثانية قا إذا الأقصر يا واحدين الرقص وذيك ما له عالم واحد هقا ولا تعلم مديم على كامل ما تتعلم منه ما تعلم منه أن لا أنت وعقلتك أنا أدو صغيرين أنا الشيخ موسى رافدينا لامبلي الوالد تم خرصوا لي عدروا توف تستخبطون لا تم خرصوا أنت وعقلك توف ما نخبطوها ما شاء الله الحمد لله رب أنا غري خاصة أمي لا أبدأ من لقنا الطافلات الحين لا أبدأ من النقنات ما حد نقنات ولا ما خالق ما هاي ترتقص خالق شيء ما ينخبط يكون إلا نغماتك غناء فهمتني دولي الله بقى أقط حاول تعزف جيتار تخبط جيتار يعني جيتار ما قط حاول معان الله هي خبيطة عندي ما متبعد عن تدريت حتى أنا ما قص شبرتها قا حق الله السنة ما مشيت شنو خلع قط خربت لك بقيت معاك تذكرها خلع قط انا قد قال انساها تعدينا قاعد دائما تخلع انا قاعد دائما قد ما قلتها له
ريال خلع ما قد ننساها، قط خلعني حمار عند فم الدار، نقول له خير وسلامة، خلعني خلع شينا حتى أنا شاية برو مقلق ما نصاع جقد فوق ظهري وشايته ل... لا تدخل معنا لأن تخلال الله ما خالقه ما خالق الضوء. لو أنت مجاي أنت من لا أنقني وأنت من تكلم ياك رجل براسي كلامي رجلني من أنت من تكلم يلا حمار عند فم الدار واقف مباشرة قابلني مع كلامي ونقول له خير وسلامة ما فقت يكون الحمار طارح راسه قاشوش صغير زقيه مارس كان الناس واخذت والله اسمع ما تلفهم انا مراقب الضوء انا ما عاد فيها كورونا بي الايضاء العدل حير مسكين نقول لها خير وسلام وطحت والدتي جني كردهم وطحت عند الفم وجات الوالده قالت لك من ما اتكلم قالت انا اعرف انا هو منه قاموا وقبوا ودخلوني قالت لي راجل قلت له يمشي وقالوا انه ماشي استغفر الله العظيم ودرجيل راجل ماشي لي مرق ماشي حق 10 ولا 11 ودراجل رجيل انت تعرف راسك اخبارك لا يرانك لا التاسع تاسع قرب لا وقت يسال بلقات دخلوك وتكاوك ولا وعيد يكون معصب هذا خل اعصاب بدها تبقى معك وعيد يكون معصب خل واحد يقعد معك هذا الحمار عندنا ما تنسى من درك انك بس تخاف من الحمير والله ما نقدر اليوم قال يا وش لا تخبط لنا هون تب بارك باستك ما اعرف لا احنا خلاص نخبط لك وشنو قلت لي عن الشديد والبليد والاشياء الاضافيه تضافوا ضفتوهم انتم لفنكم ما هو من اصل من فنكم انتم شفت نحن لينا راي قنبيه جديد لين هلمبابا والهلمبابا ولا منازع ونفتخر به الثاني الثاني قد جور مناسبه خارج ياس الناس ما يفهموا ذا قد تخبط من بورتكل تخبط الجعر تخبط لوزان تخبط من تخبط البليد والجر لا كامل في العراس والله في الشوك وهو يقارب ذا دين نحن نفتخر به نخبطوا انا زين عندي نخبطوا معدل دائما لبنان لاصحابي الحمد لله وفيديوهات وذا وافتخر به نفتخر به حتى بانه شم خلق ابو فدبش شريت عدو لي ودلي وشقر لك موكب الشيء قدام شاشة مولي ما هو شوقة الشاشة هاي تدني تهل بابا الأصلي هذا نعرفه إحنا على خير خذ تكلموا مولي عن ذاك الجانب اللي تعذروا به العلاس وذاك شيء لاك واحد معروف خالق أرس خالق ياسر والله لو زام بما يخص الشديد وقصار والبليد خلطوا ياسر ونجلطوا ياسر ونخبطوا ياسر ترقص الناس ولا يمسوا لي عن ذاك قال خارج إنه ناس تقدم أهم يقدم معك كهل يقول لك عدل لي كذا وكذا 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 يعني ما تعرفوا ذاك ثقيل يدور ذا الفن بالأخص حق بعد يدور ذا يقول لك عدل لي كذا ولا خبط لي كذا ولا ندور الخبطة الفلانية وندور ما تعرفوا مشكلة هذا خبطين قال للسليكات اكشن شريكة ينقال له شريكة والله يا ونيتا قالهم فوق والبيدالي قالهم فوق والسليكات ما هم خارق ما يخبطون خارق السريكة التشيد يقول لك سريكة ما اسنو ونحن نعم نقول شريكه قاتو شريكه نجم شاركينها عادت كانها ات من درك كانت تخبط لنا بدها لها من النقمه هي مالي هي قد نخبطها لك ممكن نخبطها مالي ممكن نخبطها حتى ممكن نخبطها حتى بيني تقدر نلحقها لحد والله ما نقد لا لا راه هو ملحق للناس كامله هو شفت هو تلفزه ما يقدر خاص فيه شيء عن شيء ملحق للناس كامله والناس وملحق لعشاقها راهو يعرف ملا يعرف راس ما محتاج راني ملحقها يعرف هو راس ملحق لها المشاهدين كاملين وخاصة عشاق الخبطة اللي قال لها شريكة Thank you.
اللي خبط زين تبارك الله وتنهون ما شاء الله والمشاهدين تنهولوا وعشاق تدينيته المبابا راهم الليلة راهم جبروا تدينيته المبابا على أصولها الطبيعية بغض النظر عن الأوزان الأخرى والمجالات اللي يقبضونها لتدينيته المبابا الليلة راهم عشاقهم الليلة تنهولوا وجمهورهم تبارك الله الياسر وتنهونا كاملين يب مارك من أربيته في النعمة تعلمته فيها والله وقريته فيها وتعلمته فيها الفن والشيات شنو هم أسر الفن اللي أربيته معهم فيما أسر الفنانين فيما اللي كانوا معاكم أخيرت مرحبا بيك والسلام وجزاك الله خير للسؤال معروفين ما محتاج لين قال هالحنبالة أولا هالحنبالة وأخيرت وهالدندني والله التمبر ملي كاملين كيف تنقول محمد وباب المناسبات يقول هذا هو الامباب وهو الحنبار هم المناسبه الحمد لله رب العالمين رب انا اعرفهم كامل يعرفونا ما شاء الله وانا اخوتي محمد والدي وبابا ما شاء الله اخوتنا اكبر منا والسلم والحمد لله رب العالمين صاحبي لاعبين بالهم هلامه في النعمه يكسع والله والاسر ما نقدر ننساهم يبا من هذه الرياضه نبقيها بقى نبقي الرياضه تلعب بالو غارك اصلا كنت تسر في الصغر قوني كنت قزاز ولا نقرأ
عادي. هذه الدنة الخرطة اللي تخبطنا شنو اخترنا تالبو لك الخبيط عن الأسئلة يبدو أنك ما مقالين عليك حتى حتى إيك بعد راني أنا عرفت ها إيك ما يجمع لا بلها بقى هلا هلا هي قبال هلا هي قبال الجمعة ما ترتقص لا ما ترتقص غير هي بعد بلها بلها بعرفتها قرأها عرفتها حق أنا دم الدسم يبى سابك تبدأ له السنة طرح لك سؤال يبى ذول بتوه اللي في في تدينيت شنه كلها شنه وظيفته زيد تنطر العصب شنه الحاجة لك جنودته تمون تروبيهم وتوف طورت الآلات وعند ذا توف ود سلكنا قام ذاك بين أنا إكسانك لأن بالحاد تقلبني نطرحها تحت وننطرها ذي الحادر شو ذي كان راقب شنه وظيفته ذي الحادر شنه وظيفته لا تقص كامل إذا كامل لا نفسرل لكن عنده شغلته توف سكنوا بما تلي يحرك إكسانك أنا يجي لهان ديروا في تراب ياك يسكن وش مرات قديمة تنية قديمة وأنا قلت لك أنا قلت سابل عراس ني تقلبني نطرها نطرحها تحت وننطرها جلة تمر لي من فوق ويغسل الأرزقان قيس الدار قارق بال الحمد لله طولت عندنا مشكلة كان دائما عراسي خاسرين بي ننطر ننطر لا داروا في كرية يمرق من الفوق من دراية كان العصب الثلاثة عندهم مسميات والله كلهم عندها وظيفة عند الأخرى لا وظيفات نحن توه ما نسمو ذا كان عنده وظيفة توه يقوم بها هذه قال لا درناها توه احنا توه هي الرابعة الرابعة هذه جايك ساعة بابا صغير ولا أول جاي له الحق ينقال باطل والسبب ذا كامل قاب وتطورنا احنا وذا كامل بابا صغير بابا الكبير صغير باطل والجون ذيك ساعة وجاب يزغب التهدانية والاجابه وطورها انا في النعمه بعطيك ساعه طلق احنا ما فهم معناها اضافه لزقبات الكلام احنا كان عندنا لو ثلاثه قلت له ننقلها اعراب نخبط لو ثلاثه ما مسيتها من درى الزخرف اللي عليها والله هذا من درى كان خطوه تختاره والله لا تعدلوا في الطريقه بتاع. لا شو حتوا الناس عدتوا مولي حفلون ناتو حفلون اول تخبطنا جمع نفس زيتو لا هي لاكر رسوم والله ما ملينا لكن الوقت جزاك الله يبا اش ما سي عندك الحلقه ان شاء الله رايج عند ميانا لا تعجب المشاهدين وفي خدمتهم شكرا وخدمتهم ان شاء الله ورايد ميانا لا تعجبهم لا كل رايج عند ميانا ان شاء الله وبرنامج مولي زين برنامج زين ان شاء الله مع العازفين كل ذاك يعزف ذاك اللي عنده هو فهم تدنيت خاص بي يا خبطوا تشوفوا الناس وتعرفوا اللي ما يعرفوا يعرفوا واللي يعرفوا قالوا ينزاد فيه حتى وجزاك الله خيرا
يا مرحبا، حتى احنا شاكرين لك انت على الحلقه اللي كانت زينه، شاكرين لك عليك، ما ثقلنا عليك في الاسئله حتى. ما شاء الله ما شاء الله، ما قلت لي انا قاعد اوصي المشاهدين على ياسر يقال لما مريت للوقت. الحمد لله ما مريت للوقت، المشاهدين اللي يحرجوني والله. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا سوى ان نودعكم ونودع ضيوفنا الكرام وعلى راسهم الفنان والعازف المتميز يبا والبكر الشيخ والمبابا. هذه الحلقه كانت جد ممتعه، حضورا وعزفا وطاقما وجمهورا. كان معانا العازف المتميز والفنان يبا والبكر الشيخ والمبابا. رانكم يا المشاهدين الليله رايتوا تدنيته المبابا، عشاق جمهوره المبابا وعشاق الفن والعزف. رانكم الليله رايتوا تدنيته المبابا على اصولها الطبيعيه. راني شاكر الطاقم اللي شرف معايا على الحلقة، شاكر المخرج المتميز أحمد سالم والببوط، وراني شاكر على التصوير محمد محمود والشيخ، وشاكر على الصوت إبراهيم والصبار، وشاكر سيدي والأخيارهم، وشاكر الفنانين الشباب الفنانين اللي حضر معانا وراء الكاميرا بكر شيخ والمبابا، وشاكر الطالب جاي، وشاكر محمد العلاك اللي حضروا معنا وراء الكاميرا. وهذه تحياتي محمد سلك السيدين والمولاي الحسن. أنا شاكر المخرج الكبير المتميز، سولهم دار الاسم الصحيح وتم ما ينعدل فات خطا. لا 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 لا. شنعدلوا؟ ما عندك. لكن البداية الأولى ما فهمت أصلا شنو هي. نعلي الاختتام عند راسه. أو البداية أصلا شنو هي. أوكي. طرفتنا يا بويا، ما هو عادي. يا ما هو عادي، ما هو عادي. لا إله إلا الله. خلد الرأس. جزاك الله خيرا. شكرا.
يعني تستراح شوي. تستراح شوي زاد لخبطة واحدة. هذا أنا. أيوة. إحنا هو اسمه بدأنا 10:46 سمعت نورمال ما تعد 10:17 هذه ميزات ناقصة 12. ياك ما تفيد من صاحب. لا لا لا. هذا رأيي والله والله لقمر والله لقمر. قرني السابع لين طرحت جيت ما تتفاضل لا أبقى استغفر الله ما رأي شيء لما هو سوي أنا قال لي السابع نصف جاءت السابع قال لي ماشي جالس بيني شو السابع أنا سجل يبقى سجل لا يسجل الشاب ما تعدل وراء الكواليس الله ما تعدل الله ما تعدل سجلت